السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل مع بعض إن شاء الله دروس الفيجوال بيزك دوت نت، وهنكمل. كنا وقفنا عند نافذة الـ IDE، وقلنا إن الفيجوال بيزك دوت نت بيمتاز إن عنده نافذة الـ IDE اللي هي Standard for Integrated Development Environment، بيئة تطوير متكاملة. بمعنى إن أي حاجة الديفلوبر او البروجرامر بيحتاجها في تصميم الابلكيشن بتاعه او البروجكت بتاعه موجوده داخل الويندو او داخل نافذه الفيجوال بيزك دوت نت. فلذلك هي من ضمن مميزات الفيجوال بيزك ان هو عنده اي دي اي ويندو. ماشي يا شباب؟ طيب احنا هنشتغل على فيرجن كام؟ طبعا مش هتفرق، انا جايب لكم تو فيرجنز، يا اما مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2017 يا اما مايكروسوفت فيجوال بيزك 2010. الاثنين زي بعض، ما فيش اي اختلاف غير في الشكل العام، ده 2010 وده 2017. ممكن نشتغل على احدث حاجه، انت مش عندك الجهاز، ممكن يكون امكانياته ضعيفه شويه لان ده كبير جدا ونازل فيه امكانيات رهيبه، ونازل معاه بايثون، ونازل معاه بلاتفورم، ممكن نشتغل على لينكس، نازل معاه امكانيات رهيبه جدا جدا يعني، تمام؟ او متضاف عليه الجيت هاب، ومتضاف عليه حاجات حلوه جدا 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 للهوات البروجرامنج عموما، هوات البرمجه هيتعلموا كتير قوي قوي من مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010. طبعا الفيجوال ستوديو هو باكج كبيره، احنا اللي علينا بس هو فيجوال بيزك. احنا لما هنفتح دلوقتي هوريكم موجود جواه ابلكيشنز او بروجرامنج لانجويج كتيره جدا، احنا اللي يخصنا فيجوال بيزك دوت نت، هو ده اللي يخصنا في الكورس بتاعنا. ماشي، انما هنا ده فيجوال بيزك 2010 فقط، ماشي، ده اوبشن لوحده كده. المفروض الفيجوال بيزك بيبقى موجود داخل الفيجوال ستوديو يعني. طيب خلينا في 2017. اول حاجه نتعلمها هاو تو كرييت نيو بروجكت، ازاي ابتدي انشئ بروجكت جديد. فروم فايل منيو تشوز نيو بروجكت، اهو فروم فايل منيو تشوز نيو بروجكت، هيبتدي يقول لي انت عايز تنشئ ايه. طبعا في عندي سي شارب، في عندي فيجوال بيزك، في سي بلس بلس، في اف شارب، في اس كيو ال سيرفر ده داتا بيس، طبعا في اذر اللي هو كلاود، في الجافا سكريبت، تمام، الكلام ده ما كانش موجود في الاصدارات اللي قبل كده، في الباور شيل، في ستريم اناليز، في البايثون، في تايب سكريبت، في اذر بروجكت تايبس، تمام، في عندنا حاجات كتيره جدا موجوده فيه. طبعا كل اللي احنا عايزينه فين الفيجوال بيزك؟ هو ده. طيب عاوز ايه من الفيجوال بيزك؟ طبعا اللي هندرسه ويندوز فورم ابلكيشن، اهو ويندوز فورم ابلكيشن، طبعا خد بالك مكتوب جنبه الدوت نت فريم ورك، لازم، ما ينفعش يفصلوهم عن بعض. وطبعا ده اسم البروجكت بتاعي، بسميه اي اسم انا عايزه، وده اللوكيشن عايز تحطه فين عندك على الجهاز، واسم السوليوشن كله على بعضه زي ما انت عايز اللي هو ده، خلاص، ونضغط اوكي. طبعا انا في بروجكت مفتوح عندي اهو. طيب اول ما نضغط اوكي هيظهر معايا بالمنظر دوت، نظهر بس كل النوافذ عشان نتكلم عليهم. جميل جدا. ايه بقى الاي دي ويندو بقى اللي انتوا شايفينها دي؟ بتتكون عندي من اربع حاجات: فورم ويندو، تول بوكس، بريبيردس ويندو حتى مكتوب لك اهو، والسوليوشن اكسبلورر ويندو. طب تعالوا نتكلم على واحده واحده. ايه هي الفورم ويندو؟ ده البروجرام بتاعي على فكره، بس لسه فاضي ما فيهوش اي حاجه. تعالوا نفتح اي برنامج كده عندي على الجهاز الكمبيوتر، كالكوليتور مثلا، كالك، بصوا كده، ونحط الكالكوليتور جنب ده. على فكره لو نصغر شويه كده عشان يبقوا الاثنين قد بعض، الكالكوليتور دي هي الفورم دي، بس دي عليها تولز، عليها ادوات، ودي لسه فاضيه ما حطيتش عليها حاجه. رحنا فتحنا اي صفحه وليكن صفحه زي دي، نصغر كده، بصوا اهي دي تعتبر فورم زي دي، يعني كل حاجه بتعمل معاها دي فورم بالظبط، تمام. فالفورم هو اليوزر انترفيس بتاع البروجرام بتاعي، واجهه البرنامج اللي اليوزر ديل ويز ات، بيتعامل معاها اند سي ات، وبيشوفها اند كان بوت تولز اون ات، ويدم وبيحط عليها التولز. جميل جدا. طيب التولز اللي هنحطها عليها بيجيبها منين؟ بيجيبها اكيد من التول بوكس، صندوق الادوات. يبقى صندوق الادوات بروح اجيب منه التول اللي انا عايز احطها على الفورم. طيب التول بوكس تعريفها ايه بقى؟ احنا قلنا الفورم هو اليوزر انترفيس. طب التول بوكس هي containing all tools in visual basic، بتحتوي على كل الادوات داخل الفيجوال بيزك. طيب ناخد بالنا من حاجه، ان هي divided into categories، مقسمه الى مجموعات او فئات، كل مجموعه فيها مجموعه من الكاتيجوريز اهي. عندي الاول ويندوز فورم، الكومن كنترولرز، عندي الكونتينرز، المنيوز اند تول بارز،
كل كاتيجوري فيها مجموعه من التولز الخاصه بيها، انما اول كاتيجوري بس اللي موجود فيها كله على بعضه. بص تولز كتيره جدا، تمام. الكومن كنترولرز الادوات الاكثر استخداما بتبقى هنا، بنستخدمها كتير جدا. الكونتينرز الادوات الحاويات التي تحتوي بداخلها على ادوات اخرى. المينيوز اند تول بارز اللي هي بتنشئ منها القوايم والتول بارز والكلام الجميل اللي فوق دوت، طبعا دي كلها هنتكلم عليه ان شاء الله خلال الكورس بتاعنا. طيب يبقى تول بوكس اللي هي كونتيننج اول تولز ان فيجوال بيزك، على فكره كلمه تولز او كلمه كنترولز او كلمه اوبجكت بنفس المعنى اللي هي ادوات، تمام. اند ديفايدد انتو كاتيجوريز ومقسمه الى فئات او مجموعات. ثالث حاجه عندنا البروبرتيز ويندو، نافذه الخصائص، تمام. خصائص ايه بتاعتي؟ مش انا قلت لو نرجع بالذاكره كده في الفيديو السابق اتكلمت عن يعني ايه بروبرتيز اوف ذا اوبجكت، اللي هي لون اسم شكل حجم. جميل، يعني ده بيحدد ايه لون وشكل وحجم قصدي التولز اللي موجوده هنا، سواء كانت الفورم سواء جينا حطينا بعض التولز كده زي باتونز زي ليبل زي تكست بوكس، تمام. عايز اعدل بقى شكل الحاجات ده ونغير في الالوان ونعمل الكلام ده كله، هنعملها منين بقى يا شباب؟ من البروبرتيز ويندو. طيب ده بيتحدد الخصائص دي بتاعت مين فيهم؟ انا عندي الفورم، عندي التكست بوكس، عندي الليبل، عندي الباتون. قال لك على حسب الاكتف تول العنصر المختار، يعني انت محدد الباتون هتلاقي هنا باتون 1 يعني دي خصائص مين؟ الباتون والزرار. الليبل اهو، الفورم اهو، وهكذا. التكست بوكس يعني العنصر اللي انت بتحدده. وناخد بالنا من معلومه مهمه جدا او ملحوظه مهمه جدا، ان البروبرتيز ويندو ديفايدد انتو تو كولمز، مقسوم الى عمودين، ليفت كولم ورايت كولم. الليفت كولم فيه نيم اوف بروبرتي، الرايت كولم فيه الفاليو اوف بروبرتي. يعني وليكن مثلا عندي خاصيه اسمها الكالر، بتغير اللون مثلا يعني ما فيش حاجه اسمها كده بس مثلا، يبقى اسم الخاصيه كالر موجود هنا. طب الفاليو بتاعها ريد ولا جرين ولا بلو ولا مثلا يلو ولا كل الكلام ده في الرايت سايد، ده فاليو اوف بروبرتي بقى. طيب اخر حاجه عندنا بقى سوليوشن اكسبلورر ويندو، وده اللي بقدر اتنقل بينه وما بين الملفات المشروع بتاعتي والبروجكتس بتاعتي، واسم السوليوشن بيبقى فوق اهو، ده اسم البروجكت ودي الفايلات الموجوده جوه البروجكت. وممكن يكون عندي اكتر من بروجكت داخل نفس السوليوشن بتاعي، يعني ممكن اروح اقول له اد او فايل اد واقول له نيو بروجكت، ضيف لي كمان بروجكت، وطبعا ده ويندوز ابلكيشن 1 وده ويندوز ابلكيشن 2. او لو قلت له اوكي هيتضاف عندي تو بروجكت داخل نفس السوليوشن، بيحمل اهو ده ويندوز ابلكيشن 2 وده ويندوز ابلكيشن 1 وده السوليوشن اللي موجود فيه تو بروجكتس بتوعي، تمام كده يا شباب. ودي الفايلات بتاع بروجكت 2 ودي الفايلات بتاع بروجكت 1. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. اللي مش فاهم حاجه يكلمني على الشانل او يكلمني في الجروب اللي موجود على الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس لوصل لكم اي فيديوهات جديده. واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، ونتقابل في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.